I'm from Baghdad. From Baghdad. From Morocco to Baghdad. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم ويا أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. الكثير من الرسائل جاءتني على حسابي على الإنستغرام من كثير من الأصدقاء يطلبون مني أن أقوم بعمل فيديو عن العراق. وها نحن ذا فيديو اليوم عن العراق إن شاء الله. في هذا الفيديو سأخذكم في جولة ممتعة لتتعرفوا على بعض المعلومات عن العراق، ربما لأول مرة ستسمعون ببعضها، وأيضا سنتعرف على الحضارات العريقة التي قامت في بلاد الرافدين أو في العراق. وفي نهاية الفيديو سأعطيكم تلميح بسيط عن الدولة التي سنتكلم عنها في المرة القادمة، لذلك تابعوا معي الفيديو إلى نهايته لتعرفوا هذه الدولة. فالمهم لا تنسى تشترك في القناة حتى يصلك أي فيديو جديد أقوم برفعه، ودائما دائما لا تنسوا زر الإشعارات لكي يصلكم إشعار بالفيديو، وأيضا دائما مرحبا بكم في حسابي على الإنستغرام وسناب شات، فلا تنسوا تتابعوني. يلا بينا نبدأ. سميت دولة العراق ببلاد الرافدين، وسبب هذه التسمية يعود للاسم الإغريقي ميسوبوتاميا. هذه الكلمة تعني الأرض التي يوجد فيها أكثر من نهر، وأيضا بسبب وجود نهر دجلة والفرات في هذه الأرض. وفي اللغة السريانية سميت العراق ببيت النهرين، لكن بلاد الرافدين القديمة لم تكن تضم العراق الحالية فقط، فقد كانت تشمل العراق الحالية بالإضافة إلى شرق تركيا وجنوبها، وأيضا غرب إيران والشمال الشرقي من سوريا. وقد قامت فيها حضارة من أهم حضارات العالم القديم، وهي الحضارة الآرامية والحضارة البابلية، وتعتبر حضارة بلاد الرافدين واحدة من أهم ثلاث حضارات. وما ميزها أكثر أنها الحضارة التي نقلت الإنسان من عصور قبل التاريخ إلى الحضارة الإنسانية المعاصرة، وقد استمرت الحضارات تتوالى على العراق لمدة 8000 سنة متتالية. وفي هذه الفترة ولد أول إنجاز للبشرية، وهي اختراع الحرف على يد السومريين. ترى في أي منطقة ظهر أول قانون في تاريخ الإنسان؟ بريطانيا أم السويد أو فرنسا ربما؟ لا صديقي، أول قانون ظهر في تاريخ البشرية كان في بلاد الرافدين. تم ولادة أول قانون، أو لنقول مجموعة قوانين، في العراق على يد حمورابي، وسميت بقوانين حمورابي أو شريعة حمورابي، وهي تعتبر أقدم قانون أو قوانين مسجلة في تاريخ البشرية، وأول محاولة في التاريخ المسجل لتنظيم ووضع قواعد محددة تناقش كل مشكلة وكل قضية وأي حالة يمكن أن تقع بين الناس. هذه القوانين استعملت في بابل في سنة 1790 قبل الميلاد، وهي مقسمة على 282 مادة تعالج كافة مشاكل الحياة، بمعاقبة المخطئ والسارق والقاتل وإلى غير ذلك، وبتعويض المتضرر، وبتحديد واجبات الأفراد وحقوقهم إلى غير ذلك من القوانين. هذه القوانين كانت تعلق في كل مكان في البلاد، طبعا لكي يتسنى للجميع أن يروها ويعرفوا حقوقهم وواجباتهم. هذه القوانين تعتبر كمبدأ أو فلسفة العين بالعين والسن بالسن، وهي النسخة الوحيدة الكاملة من قوانين حمورابي التي وصلتنا إلى حد الآن، وهي موجودة على مسلم من حجر الديوريت الأسود بطول 2.25 متر، وموجودة الآن في متحف اللوفر في باريس. هل تعلم أن أول تلفاز دخل إلى الشرق الأوسط دخل إلى العراق تماما؟ ففي عام 1954 اشترى وزير المعارف العراقي آنذاك جهاز التلفاز الأول في منطقة الشرق الأوسط، وقد كان لغاية تعليمية. وبعدها بعامين افتتح الملك العراقي آنذاك فيصل الثاني أول محطة تلفزيونية في الشرق الأوسط، أي أن الإعلام التلفزيوني في العالم العربي وفي الشرق الأوسط بدأ من العراق. ويصادف يوم 2 مايو من كل سنة الذكرى السنوية لإطلاق أول قناة تلفزيونية عربية، حيث بدأ التلفزيون العراقي سنة 1956. طوال القرن 11 والثاني عشر والثالث عشر كانت تعتبر العراق أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، والمدينة الأولى التي تجاوز عدد سكانها المليون. أما الآن فأكبر مدينة من حيث عدد السكان هي طوكيو اليابانية ب 38 مليون نسمة. الباص الأحمر البريطاني، لابد وأنكم رأيتم هذا الباص من قبل في بريطانيا، لكن هل تعلمون أن العراق هو البلد العربي الوحيد الذي اعتمد الباص الأحمر ضمن وسائل النقل في الأربعينيات؟ فقد كان هذا الباص في الأراضي العراقية منذ أربعينيات القرن الماضي، وكان يعتمد على نظام التشغيل نفسي الذي يعتمده الباص الأحمر الموجود حاليا في لندن، بالإضافة إلى التشابه بينهما في التصميم الداخلي والخارجي ومواعيد الوصول والانصراف. قرية البوناهد، وضع أهاليها قوانين عرفية
تمنع التدخين وشرب المشروبات الغازية داخل هذه القرية، كما منع أهالي هذه القرية استخدام منبه السيارات والالتزام بقوانين المرور خاصة حزام السلامة وأيضا قوانين الحفاظ على البيئة، من أهمها عدم السماح بقطع الأشجار. تعتبر القرية الأولى في العراق التي وضعت علامات المرور وإشادات السلامة على طرقها، كما احتفلت قرية البناهض باليوم العالمي للبيئة بزراعة 300 شتلة وتنظيم سباق للدراجات الهوائية، هذا لاعتبارها صديقة للبيئة. أيضا أنشأوا مكتبة خضراء متنقلة شارك فيها العديد من المثقفين والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني، وكل هذا لوحدهم. توجد في العراق واحدة من أرقى العادات الاجتماعية، وهي تقاليد خاصة بالضيافة. فتقاليد الضيافة المعتمدة في العراق والتي ما زالت مستمرة إلى حد الآن، إذ يقوم العراقيون بإعداد الطعام لمدة 3 أيام للجيران المنتقلين إليهم حديثا، تعبيرا عن الترحيب والحفاوة والحب. فما شاء الله شيء جميل. تعتبر أرض العراق موطن حضارات قديمة جدا تمتد إلى آلاف السنين، كما أن العراق هو موطن لأقدم ديانة موحدة بالله، وهم الصائبة المندائيين، وهي ديانة إبراهيمية موحدة يؤمن أتباعها بأنها أول وأقدم الديانات والشرائع السماوية، وأتباعها من الصابئة يتبعون أنبياء الله آدم، شيت، إدريس، ونوح، سامي ابن نوح، يحيى ابن زكريا وآخرين. وأيضا ذكروا في القرآن بصريح العبارة في قوله تعالى في سورة المائدة الآية 69، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا ذكروا في سورة البقرة وسورة الحج. هل تعلم أنه الآن لو توقفت جميع أنواع العنف في العراق وعاد الأمن والاستقرار بالكامل إلى البلاد، وأصلحت الدولة البنية التحتية المدمرة، وتم إصلاح أو القضاء على الفساد حتى ولو بالنسبة معينة، فإن العراق مرشح لأن يكون واحد من أقوى الدول في مجال السياحة. نعم، شيء منطقي أن يكون العراق منافس لأكبر الدول في مجال السياحة، كيف لا وفي العراق واحد من أقدم الحضارات في التاريخ. فمثلا إذا ذهبت إلى المتاحف الغربية ماذا تعتقد بأنك ستجد هناك؟ في الغالب ستجد الآثار المنهوبة والمسروقة من الشرق الأوسط التي يعرضونها في متاحفهم. وطبعا تعرفون أنه بعد احتلال العراق في سنة 2003، يعني لكم أن تتخيلوا حجم الآثار المسروقة منذ ذلك الوقت. رغم ذلك ما زالت في العراق العديد والعديد من الآثار، فالمواقع الأثرية الموجودة في العراق يعني لا تعد ولا تحصى. فهناك آثار سمراء، آثار أوروك، آثار آشور، آثار نينوى، آثار بابل، آثار إيسن، آثار نيبور، آثار نمرود، آثار أور، وآثار بالآلاف. لهذا السبب هذا المخزون والكم الهائل من الآثار سيجعلها ترتفع بسرعة في قائمة الدول السياحية. مكتبة بغداد أو بيت الحكمة أو خزائن الحكمة، كلها تسميات لشيء واحد. بيت الحكمة كانت تعتبر واحدة من أعظم المكتبات في العالم، واستمرت كذلك لمدة 500 سنة. أسسها الخليفة العباسي هارون الرشيد، كانت تحتوي على أكثر من 300,000 كتاب. ربما ستقول لي بأن 300,000 كتاب يعني ليس عددا كبيرا، لكن انتظر، 300,000 كتاب في وقت لم تكن فيه الطابعة. الطابعة في ذلك الوقت هي كانت مكتبة بغداد تضم عدد كبير من الحجرات، وقد خصصت كل مجموعة من الحجرات لمادة معينة. مثلا هناك حجرات معينة لكتب الفقه، حجرات معينة أخرى لكتب الطب، وحجرات أخرى لكتب الكيمياء، حجرات لكتب الرياضيات، البحوث السياسية وإلى غير ذلك. كان في المكتبة المئات من الموظفين الذين يسهرون على خدمتها، فقد كان هناك النساخون الذين يقومون بنسخ الكتب إلى الكثير من النسخ، يعني نستطيع أن نقول أنهم هم الطابعة البشرية. وكان هناك المناولون الذين يقومون بإعطاء الكتب للأشخاص من الأماكن المرتفعة في المكتبة، وكان هناك المترجمون أيضا الذين يقومون بترجمة الكتب من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، والعكس صحيح أيضا. وكان هناك الباحثون الذين يقومون بالبحث لك عن المعلومة التي تريدها أنت بالضبط، يعني نستطيع أن نشبههم بمحرك البحث جوجل. كان لمكتبة بيت الحكمة أثر كبير في تطور الحضارة الإسلامية، وكان المحرك الأول لبدء العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، وساهمت في إنقاذ التراث العالمي من الفناء والضياع، بسبب أن كتب كثيرة كانت تجلب من شتى بقاع العالم إلى هذه المكتبة ويتم ترجمتها وحفظها ونشرها. شجع إنشاء بيت الحكمة دول العالم الإسلامي المختلفة لتأسيس مراكز علمية أخرى، لكن الصدمة، تم تدمير بيت الحكمة
بالكامل، وهذا كان في 14 فبراير 1258. هذا التاريخ يسمى بيوم سقوط بغداد، وهو واحد من التواريخ التي لا تنسى في تاريخ الحضارة الإسلامية، حيث تمكن هولاكو وجيشه من اجتياح واقتحام بغداد بعد أن حصروها ل 12 يوم، فدمرها وأباد معظم سكانها. فقد قال ابن ثغري أنهم بلغوا أكثر من 1,800,000 قتيل، فيما رجح الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام أن القتلى كانوا 800,000 نسمة. في هذا اليوم أقدم المغول على إحراق هذه المكتبة، وأحرقوا الكثير من معالم المدينة وتدمير عدة أماكن مقدسة، ودمروا مكتبة بغداد بالكامل، حتى أنهم أخذوا الكتب وقاموا برميها في نهر دجلة، حتى أن النهر أصبح لونه أسود بسبب المداد الموجود في الكتب. وقيل أيضا أنهم استخدموا تلك الكتب كجسر لعبور النهر، فهذه معلومة ضعوها في أذهانكم. فإن شاء الله هذا الفيديو يكون أعجبكم وتكونوا استفدتم منه ولو بعض المعلومات. فإذا أحسست أن الفيديو أفادك ولو بعض الشيء، لا تنسى لايك كنوع من الدعم والتشجيع. أيضا لا تنسى تشترك حتى يصلك أي فيديو جديد، ولا تنسوا تتابعوني في حسابي على الإنستغرام وسناب شات. وكما أخبرتكم في البداية، الدولة القادمة إن شاء الله في فقرة التعريف بالدول العربية ستكون دولة مشهورة بتصدير زيت الزيتون، فابحثوا عن هذه المعلومة لتعلموا من هي الدولة القادمة. وشكرا شكرا لجميع الأصدقاء الذين يدعمون قناة مساحة، فبدعمكم وصلنا إلى 200,000 صديق وما زلنا مستمرين. فأشوفكم في فيديو جديد قريبا إن شاء الله. أخوك يوسف، السلام عليكم.